السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحداثة. هذه الحلقة سنخصصها للوقوف على الوضع الإنساني في منطقة الحيمة شمال شرقي محافظة تعز. إذن فجرت ميليشيا الحوثي مسجدا وعددا من المنازل في منطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية شمال شرقي المحافظة. مصادر محلية قالت إن الميليشيا شنت هجوما عنيفا على قريتي الحدالي ودار الجلال وتمكنت من السيطرة عليها بشكل كامل. وأضافت أن الميليشيا عقب سيطرتها على القريتين قامت بتفجير مسجد ومنزلين، أحدهما للمواطن عبد الله هزاع في قرية دار الجلال. ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا قامت بتفخيخ عدد من المنازل الأخرى استعدادا لتفجيرها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: الأول الوضع الإنساني في الحيمة وغياب دور المنظمات الإغاثية، وفي المحور الثاني ما الذي تسعى إليه الميليشيا لتحقيقه من وراء السيطرة على المنطقة الريفية، وأين هو دور الجيش الوطني. نشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. منذ 19 من ديسمبر وعزلة الحيمة في مديرية التعزية تتعرض لاجتياح الميليشيا. المعلومات الواردة تتحدث أن العزلة تتعرض لحصار وقصف مدفعي متواصل على منازل المدنيين العزل، أغلب المواطنين فروا من جحيم الحرب. وبحسب الإحصائيات المتوفرة فإن 300 أسرة تم تهجيرهم بعد اقتحام الميليشيا لبعض قرى المنطقة الريفية وتفجيرها لعدد من المنازل. قتلوا بنا، شمتوا في البلاد، ما عبس أحد في البلاد، غاربوا من الناس، نسوان أطفال قتلوا صغير كبير. ارحموا يا ناس، أقل ناس يقنصن الجبال، ما عندك كده شمتوا، بهدلوا بالمساكين. لا توجد كاميرا تنقل معاناة هؤلاء وتخرج مأساتهم إلى الإعلام، إلا أن الراشحة من الأخبار تؤكد أن الحيمة تعيش كارثة حقيقية دون أن يلتفت إليهم أو يساندهم أحد. أبناء المنطقة مستاءون من الجيش الوطني ويؤكدون تعرضهم للخذلان من جميع الأطراف، حتى التحالف العربي حينما وصل إلى المنطقة وصل بشكل خاطئ وحطت غاراته على رؤوس المدنيين فزاد الطين بلة. لا يوجد في الحيمة أي دور إنساني أو إغاثي للمنظمات الدولية والمحلية، فالهاربون من جحيم القصف لا مكان يتلقفهم سوى العراء. بيان منسق شؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكو ليدريك بشأن الأوضاع في الحيمة جاء خافتا بالإشارة إلى الميليشيا وأعمالها اللا إنسانية، وأكثر ما أثاره غارة التحالف الخاطئة، ما يعني أن الأمر خاضع للمماحكات السياسية أكثر من خضوعه للاعتبارات الإنسانية. إذا نسهل النقاش مشاهدينا ونبدأ مع توفيق الحميدي، سينضم إلينا من فيينا مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور أخي الكريم وكل مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك سيد توفيق. يعني منذ أكثر من أسبوع وكما هو معروف منطقة الحيمة تتعرض للقصف والحصار، أين هو دور المنظمات الإنسانية من هذه المأساة؟ أنا أعتقد أن ما يحدث في منطقة الحيمة هي جريمة إنسانية بكل المقاييس. منطقة الحيمة تعرضت لصنوف متعددة من الانتهاكات، قاربت أو زادت عن ما يقارب 300 انتهاك. نحن في منظمة سام بصدد إعداد بيان أو تقرير عن كل هذه الانتهاكات، وهي انتهاكات متنوعة وصلت حتى تفجير البيوت والمساجد والقنص إضافة والأطفال والحصار والتهجير القسري، إضافة إلى خطأ طيران التحالف الذي ركز عليه منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. إشكالية منطقة الحيمة للأسف الشديد أنها واقعة في الجهة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وهنالك صعوبة في الوصول إليها وتشكل خطورة كبرى على الراصدين من للوصول إلى تلك المنطقة. لكن أعتقد أن اليوم في ظل وسائل التواصل الاجتماعي الصورة واضحة جدا، وأعتقد في منظمات محلية بدأت بإصدار بيانات وإلى غير ذلك، وهي اليوم تضع المجتمع الدولي من خلال هذه البيانات والأرقام أمام حرج
حقيقي، خاصة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن والأمم المتحدة التي لم ترى إلا جزء من الانتهاكات وهو المتعلق بطيران التحالف. نعم، لكن سيد توفيق، يعني في ظل هذا الوضع المعقد في منطقة الحيمة، ما الذي يمكن أن تفعله المنظمات في مثل هذه الحالة؟ والله دور المنظمات هو دور كاشف وتوثيق، وهي تعمل على كشف هذه الانتهاكات وتعريف العالم بحجمها وخطورتها وما يتعرض له المواطنين. لعل هذا العالم يتحرك ويبدأ بالضغط بصورة أو بأخرى من أجل تخفيف هذه الانتهاكات. بالنهاية المنظمات هي لا تمتلك أدوات تنفيذية حقيقية، لكنها تستطيع أن تمتلك أو تصنع لوبي وتستطيع أن تنقل ما يجري للناس على أرض الواقع وتنقله إلى أروقة المنظمات الدولية، إلى الأروقة السياسية، إلى داخل الصحف. هذا ما يقتصر عليه دور المنظمات الحقوقية، تأتي بعد ذلك لتتحرك دور المنظمات الإنسانية بالإغاثة إلى غير ذلك، وهذا هو الدور. تبقى بعد ذلك نعم. دور الدبلوماسية. لكن وبما حددت يعني سيد توفيق، هل قامت هذه المنظمات بشكل عام بدورها أو بما يجب أن تقوم به بالشكل المطلوب والكامل حيال قضية منطقة الحيمة في التعزية بتعز؟ لا، أنا أعتقد أن هنالك قصور، كما قلت لك قصور واضح من قبل سواء المنظمات الداخلية والمحلية، وأيضا أحد الإشكاليات الكبرى إلى أن هذه المنظمات هو هذه المنطقة وقعت تحت سيطرة الميليشيات، وبالتالي لا تتوفر معلومات دقيقة. حتى بعض أجهزة السلطة التنفيذية للحكومة الشرعية في محافظة تعز عندما يتم التواصل معها لا تجد لديهم أيضا معلومات دقيقة وموثقة وحقيقية يمكن أن تستفيد منها وتستقي منها المعلومات، خاصة الجهات ذات العلاقة بهذه بالانتهاكات بصورة مباشرة. وبالتالي اليوم يجب بالدرجة الأولى أن تتوفر قاعدة معلومات واضحة وصحيحة، يجب أن تكون هنالك متحدث رسمي يمتلك كافة الخارطة والمعلوماتية التي تحدث في منطقة الحيمة، وأيضا على المنظمات يجب أن يكون هنالك تواصل مع المنظمات ومدها بهذه المعلومات وبهذه الانتهاكات الموثقة بالفيديو عن طريق الشهادات أو من خلال الفيديوهات التي خرجت بشأن المساجد والبيوت والمدارس التي تم تدميرها في تلك المناطق. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد توفيق الحميدي، مدير دائرة الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. سينضم إلينا الآن مشاهدينا من أبناء منطقة الحيمة عبد الكريم العواضي. سيد عبد الكريم، مساء الخير. مساء الخير أخي. مرحبا بك سيد عبد الكريم. يعني أنت أحد أبناء منطقة الحيمة في مديرية التعزية بمحافظة تعز، ما هي الصورة الكاملة لما يحدث في المنطقة وأيضا في هذه اللحظات، يعني ما هو الوضع هناك؟ أخي مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. شكرا لمنبر قناة بلقيس. يا أخي، اليوم الميليشيات الحوثية تستخدم المواطنين في قرية الحدالي ودار الجلال، تستخدمهم دروع بشرية لاقتحام بقية القرى. اليوم كذلك النازحين الذي حاولوا أن ينزحوا مؤخرا، فرضت نقاط تفتيش منعت النازحين من النزوح بعد تطويق الحصار من كل الجهات، منعت الداخل والخارج. كذلك اليوم الميليشيات الحوثية تقتحم منازل المواطنين الذين نزحوا، تكسر الأقفال وتنهب كل محتويات المنازل، منازل النازحين الذين نزحونا في البداية. كذلك اليوم يا أخي، ميليشيات الحوثي تعتدي على المزارع التابعة للمواطنين وتقطفها بغير أعوانها، تعبث بها، تحرق الأحواش الشائكة الزاهية لهذه المزارع، فتحرق القات. هذا القات يا أخي هذا مصدر رزق هذا المواطن، مصدر رزق أطفالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا أخي، اليوم ميليشيا الحوثي يعني منعت كل ما يدخل للمنطقة من مواد غذائية. اليوم قتلت أحد المهمشين عبد الله ثابت، رجل مسكين يعاني من حالة نفسية،
قتلوه على ورموا جثته على الطريق. اليوم ميليشيا الحوثي تعبث بالمنطقة عبث لا يرضي الله ولا رسوله. نعم، لكن أيضا هناك الأنباء تحدثت أنه خلال الساعات الماضية تم السيطرة على قرية الحذالي وأيضا دار الجلال، ألا يوجد تحرك أو إمداد من المقاومة والجيش الوطني في تعز للمقاومة المتواجدة في هذه المنطقة؟ نعم يا أخي، الشباب أمس يعني قبل ليلة البارحة هم فجروا دار الشيخ عبد الله الزاء وفي قرية دار الجلال وفي قرية الحذالي فجروا مسجد القرية ودار القرآن ومصير يعني باقيين هم في المدرسة وفي الوحدة الصحية. كان هناك أمس ضربة لطيران التحالف على منطقة الحفن الذي يتواجد فيها القناص ويتواجد كانت فيها عربة وبعض أفرادهم، كانت ضربة موفقة. أما بالنسبة للشباب الذي كان يقاوم يا أخي، أحرقوا ليلة البارحة، أحرقوا الحيمة بالنار من كل الاتجاهات. الشباب المقاوم لا يتجاوز عن 60 فرد انسحبوا بطريقة يعني منظمة ليعودوا بنوع جديد في معركة جديدة من نوع جديد إذا كان هناك دعم لهم. ممكن يا أخي الآن هم انسحبوا، بمعنى لا يوجد أي مواجهة حاليا لهذه الميليشيات في منطقة الحيمة سيد عبد الكريم. لكن سيد عبد الكريم، يعني إذا ما تحدثنا عن الوضع الإنساني في المنطقة، هل ما زالت حركة النزوح مستمرة؟ نعم أخي نعم، ولكنهم فرضوا نقاط عسكرية في كل المناطق. أمس أحد الشباب ضرب أحد النقاط العسكرية بقذيفة وضرب الطقم، أحرق 9 جثث مع الطقم. يعني هناك يا أخي الناس محروقون على بلادهم يا أخي، النازحون إلى الآن يحاولوا أن ينزحوا لكنهم فرضوا طوق على المنطقة ليحتموا بهم، الآن يريدوا أن يحتموا بالمواطنين دمع بشرية. نعم، لكن سيد عبد الكريم بالنسبة للمنظمات الإغاثية، ألا يوجد منظمات تواجدت أو يعني حاولت مساعدة النازحين في المنطقة وتقديم العون لأبناء المنطقة بشكل عام؟ نعم، هناك في منظمات الآن حاولت أن تطلب مننا كشوفات نرفع لهم، وإحنا إلى الآن لازلنا نتواصل مع يعني أقاربنا أصحابنا في القرى المجاورة، يعني يسجلوا لنا كشوفات بالنازحين الذي لديهم عسى أن نستطيع أن نوصل ما يعني ما نستطيع عليه للمنظمات. نعم، بالنسبة للناس الذين نزحون من داخل المنطقة، كيف هي أوضاعهم حاليا؟ هل يعني عملت المنظمات على استيعابهم أم أنهم يعني يعيشون معاناة خارج منطقة الحيمة؟ نعم أخي، والله أنهم يعيشون معاناة شديدة لأنهم كان مصدر رزقهم هذه المزارع، الآن هم عند أقاربهم، والوضع أنت عارف باليمن الآن مزري وخاصة في الريف. الآن من يذهب إلى يعني نازح إلى أي قرية إلى عند جاره أو صديقه، يعني الوضع سيء جدا. المفروض من المنظمات أخي أن تلحقهم في المناطق التي نزحون إليها يعني لتدعمهم، تقدم لهم يد العون. لا تلبش بالحيمة، الحيمة الآن هي مرمى النار. المفروض أن المنظمات تلحقهم إلى الجعاشن، إلى الزواقر، إلى المجزف، إلى مفرق ماوية، إلى القاعدة، إلى الجنبية، هذه المناطق التي نزحوا إليها. حتى في تعز لدينا إلى اليوم من ذهب إلى تعز. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا عبد الكريم العواضي، أحد أبناء منطقة الحيمة في ريف محافظة تعز. سينضم إلينا الآن الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد السيد، أحمد مساء الخير. مساء النور أخي الكريم. مرحبا بك سيد أحمد. إذا منذ أسبوعين وأبناء الحيمة يتعرضون للتنكيل، برأيك لماذا لا يلتفت إليهم أحد؟ هو في الحقيقة منطقة الحيمة يعني منطقة مظلومة من فترة طويلة، وهي من القرى المهملة في تعز والتي تزود مدينة تعز بالمياه منذ مدة طويلة. الآن هذا الاعتداء الذي يحصل على قرية الحيمة، هناك نقص كبير، شح كبير جدا في المعلومات ونقص كبير في التغطية الإعلامية لما يحدث هناك.
أكثر من ربما 15 إلى 20 ألف مواطن في الحيمة محاصرون، ثلاث قرى تم النزوح منها سكانها يعني أخلوها تماما. وضع إنساني كارثي ولا أحد يعبر ذلك. طبعا هناك حالة فشل كبيرة جدا موجودة في معسكر الشرعية، وهناك أيضا قصور يعني موضوعي في ما يخص الجيش الوطني، لأنه هناك مسافة فاصلة في مسألة الجيش الوطني. هنا سيد أحمد، سيد أحمد، هنا في الحديث عن الجيش الوطني، هناك من يعيب على الجيش أن يعني تركه لأبناء المنطقة هذه دون تقديم أي مساعدة. يعني برأيك لماذا لا يتم الوقوف إلى جانب أبناء هذه المنطقة من قبل الجيش الوطني وأبناء المقاومة في تعز؟ مع كل انتقاداتنا لأخطاء بعض القيادات في الجيش الوطني، لكن في هذا الموضوع بالذات الجيش الوطني ليس بيديه أي شيء ليقدمه لمنطقة الحيمة. أولا لأنه جيش بلا سلاح تقريبا، اللهم إلا فيما يخص السلاح المتوسط والخفيف، وهو تسليح غير كافي أصلا على مستوى المتوسط والخفيف حتى. الأمر الآخر أيضا يعني جيش بلا مرتبات، بلا تمويل جيد، بلا قيادة مرتبة، بلا يعني جيش تنقصه الكثير والكثير والكثير من الاحتياجات لحماية مدينة تعز نفسها. يعني نحن الآن في مدينة تعز نكافح احتفاح بالحاضنة الشعبية، بالتبرعات، بالناس، بالمقاتلين، بالضمير المجتمعي الذي يؤنب المقاتلين الجيش الوطني يقلبهم ليل نهار من أجل أن يحافظوا على المدينة. نعم، ولكن المواجهة إن تمت تتم يعني بالموجود وبالممكن، لأن اليوم سقطت منطقة الحيمة، غدا ستسقط مديرية أخرى وهكذا، و الضرر الكبير هو على أبناء المنطقة بدرجة رئيسية قبل أن تكون يعني ضرر على الشرعية. الحيمة أخي الكريم، الحيمة هي جزء من محافظة تعز وهم إخواننا، ويعني نحن كلنا من مدينة واحدة وكلنا نعاني هم واحد. وبالتأكيد أن أي فرصة لتقديم أي مساعدة أو أي موقف مهما كانت بسيطة مهما كانت عادية يفترض أن لا نتأخر في تقديم هذه المساعدة. لكن إذا كنا نحن أنفسنا في داخل مدينة تعز وضعنا يكاد يكون مزري، نحن كما قلت سابقا على في هذه القناة نحن معاصر من الشرعية ومن الحوثيين ومن التحالف ومن الحراك ومن الجميع داخل مدينة تعز، وبالتالي نحن غير قادرين على تقديم أي مساعدة. الوضع الإنساني في مدينة تعز بحد ذاته الآن في هذه المرحلة في هذا الوقت هو على نتائج مدينة تعز كارثي جدا 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 جدا. لا تتخيل أن تعد كمية الجوع اللي موجودة في تعز الآن، وكمية الفقر الذي ينتشر، وكمية عدم وجود إغاثة، عدم وجود يعني عدم وضعنا الإنسان في مدينة تعز أيضا هو مزري. فالمسؤولية هنا بشكل رئيسي هي على الحكومة الشرعية، على أحمد عبيد بن دبر وعبد ربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر وقيادة الجيش اليمني والقيادة السياسية، عليهم أن يدعمونا وأن يتحركوا. التحالف العربي طبعا مسؤوليته هي مسؤولية رئيسية في هذا الموضوع. نستخدم خطوط حتى على الأقل من أجل أن الناس تتحرك، يعرفوا يعني على الأقل يكتبوا. الآن نحن لو فكرنا الآن مثلا أن نضرب على الميليشيات على 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 الميليشيات التعاصر الحيمة من مدينة تعز، أي سلاح سنضرب عليهم؟ بأي سلاح سنضرب عليهم من داخل المدينة؟ تفترضنا أن المدينة مواقع استراتيجية مثلا كقلعة القاهرة أو مثلا كمبنى الأمن السياسي، بأي سلاح لدينا السلاح الذي نستطيع أن نضرب فيه عليهم؟ يعني لابد من أن نحن نتقدم بالمشاة، فنتقدم بالمشاة ما فيش معاه تسليح جيد ولا في إمكانية لمواجهة الميليشيات، ونحن الآن سنتين نحن مش قادرين ندخل الحوضان، يعني مش قادرين ندخل يعني 2 كيلو متر لقدام. لأن ما في معنا تسليح كويت ولا في معنا تموين كويت ولا في معنا منظومة اتصال كويت ولا في معنا حاجة أصلا. وضحت فكرتك يا أحمد، ابقى معي، دعنا نشرك معنا في النقاش فاروق السراري أحد وجهاء المنطقة. سيد فاروق مساء الخير. مساء النور أخي الحبيب. أهلا بك سيد فاروق. في البداية، ما الذي تريده ميليشيات الحوثي من أبناء منطقة الحيمة بالتحديد؟ والله هذا السؤال يوجه لميليشيات الحوثي وليس لنا، ولكن ميليشيات الحوثي معروفة يعني لدى الجميع أنها يعني تهدم كل جميل، أي حاجة جميل تهدمها تمام. فلديهم مشروع خبيث ونحن عكس ذلك تماما، نريد جبت هذا المشروع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم ولكن سيد فاروق، يعني وقت ما أتت الميليشيا إلى المنطقة، ما الذي تريده منكم؟ ما الذي تريده؟ ما هي الحجة؟ سؤالي وجه لكم، ما فيش حجة، ما فيش مدة، ما يعني واضحة لتفجير البيوت واقتحام المنازل، يعني ما فيش حجة لهم، ما فيش حجة لهم. في حتى الخلاف بين الشيخ سعيد الحربي
تمام. يعني القضية بدأت من مشكلة النقاط. الشيخ سعيد الحربي فقط. بينه وبين الشيخ سعيد الحربي حصل خلاف، ضرب نار صدر على سيارة الشيخ الطواني من الشيخ سعيد وأحد مرافقين. معروفة هذه القصة، ولكن بعد هذه الحادثة هم يعني انقضوا على المديرية وبدأوا بالمهاجمة. بعد ذلك تمام، وكان السبب الرئيسي للضرب على الشيخ سعيد الحربي هو أن الشيخ سعيد الحربي يعني رفض أن رفض تجنيد يعني الشباب في المنطقة وإمدادهم لجبهات الميليشيا في تعز. تجنيد الشباب قال لهم أنا ليس لنا يعني أمر على هؤلاء الناس، اللي شيء طبعا منهم جاء معكم، واللي شيء يروح مع ما لناش علاقة، يعني إحنا قاعدين في بيوتنا نسلم إنسان وإحنا في أثناء حرب تمام. اللي حد يجي معكم جاء، واللي حد يجي مع المقاومة أو لو رأيه، وأنتم تابعون من شئتم ما لناش علاقة تمام. نعم. قالوا ما بقول، قالوا له لا يعني توقيع محضر قالت ما رفض، فكان السبب هذا بداية المشكلة. فكان هذا السبب لأن يقوموا باغتياله ومن ثم الهجوم على المنطقة. بعد وقد ضربت الشيخ سعيد الحربي تمام، ثم تمركزوا في الطرق وتم اعتقال كثير من الشباب. يعني اعتقال قاتل، اخذ سيارات المواطنين، اخذ موتورات المواطنين، يعني تكسير القات او اشتقوا له، يعني هذا القات حقنا مشهور في اليمن عندنا. نعم. يعني ياخذ تأليب القاتل بمعنى يعني ياخذ نهب اموال الناس، القاتل اي شيء قدامهم ياخذه. نعم. سيارات تمام. هل تمت مقاومتهم حينها، يعني حين اتوا الى المنطقه؟ مسجد يفجرون، مسجد الوحدات الصحيه، الوحدات الصحيه، المسجد المستوصف، نهب المستوصفات، الصيدليات، بعض الموجودين هناك في معهم مراكز تمام، نهب العلاجات حق المستوصف وغيره تمام، إغلاق وإحكام المنطقة. نعم. إغلاق وإحكام المناطق إلى الحيمة، وأي واحد يعني يأخذه وهو مطلوب تمام. نعم. الآبار حق المياه، اعتداء على بعض الآبار حق المياه. نعم. هي مقيدة يعني وأيضا معروفة جميع الانتهاكات التي تمت في المنطقة، لكن السؤال هنا سيد فاروق، يعني هل هناك مقاومة فعلية لهم داخل المنطقة، وهل هناك دعم وإمداد من الجيش الوطني لأبناء منطقة الحيمة؟ الآن فعلا بدأت المقاومة ضد هذه الميليشيات، لما يعني بعد ما اصدروا بعض التصرفات التي تسيء لابناء المنطقه. اذا يبدو ان السيد فاروق صراري لا يسمعني بشكل جيد. اعود لضيفي الاخر احمد شوقي، احمد الكاتب. سيد احمد، يعني ما هي المكاسب التي تسعى الميليشيا لتحقيقها من خلال السيطره على هذه المنطقه؟ طبعا الميليشيا الحوثيه هي يعني كما نعرف جميعا يعني ادبياتها واجندتها يعني الفكريه هي قائمه على كل النزعات الثاريه والبغائنيه والعدوانيه والعنصريه والاستعباديه والاستبداديه، وبالتالي موضوع الحيمه هو كان متعلق بمساله فرض هيبه هذه الاصابع على المواطنين، على الناس، على كل من يرفض يعني تجنيد مقاتلين في صف الميليشيا، كل من يرفض أن يكون جزء من المشروع الحوثي، كل من يرفض أن يكون عبد لهذه الميليشيات. كان سكوت يعني كانوا يعتقدوا أن سكوتهم على رفض أحد المشايخ أو وجهة اجتماعية كانت يعني رفضت التعاون معهم أو اعتبرت أن الموضوع حرية شخصية، يعني من يريد أن ينضم إليكم أو يقاتل معكم فليذهب، ومن لا يريد فلا يعني لا سلطان لنا عليه، اعتبروا أن هذا بمثابة يعني تمرد على هذه الميليشيات وعلى سلطتها وعلى جبروتها وعلى إيمانها. نعم. وبالتالي هو كان يعني ضرب لهذه المجموعه، ضرب لهذه القريه الصغيره التعيسه من اجل يعني
الجاني هذا من اجل اغماض باقي القرى وباقي الوجهات الاجتماعيه وباقي المشايخ لكي يكونوا ضمن يعني الحطب الحوثي هذا وجهنم الحوثيه التي يعني يشعلوها داخل البلاد. وبالتالي انا اعتقد انه هذه المساله كانت يعني يجب ان نواجهها بكل اشكال الرفض الممكنه، لكن للاسف 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 لا توجد لدينا اي وسائل اتصال متاحه بالناس الاخوه في الحيمه. اخي الكريم انت اول طرح قضيه يعني ربما الناس كلهم يتزايدوا فيها وكلهم يتكلموا فيها وهي قضيه مؤلمه فعلا للشعور بالعبد مؤلم انه لماذا لا يتحرك الجيش الوطني، لكن هي هناك ثلاث يعني ثلاث عناصر رئيسيه في اي حرب في اي معركه في اي حرب تقوم في اي مكان، يعني هناك ثلاث اشياء لا يمكن التساهل فيها. نعم. التموين والتسليح والطرق والاتصالات، هذه مسائل غير يعني غير قابله للنقاش. التموين بمعنى التموين الغذائي والتموين بالذخيره والسلاح، الطريق يجب ان يكون هناك طرق من اجل ان توفر انت الامداد، يعني عشان نروح للحيمه يجب ان يكون في طريق برضه نحن للحيمه، هناك قدره على تسير بلاد المنطقه، لكن منطقه محاطه من كل الاماكن بالميليشيات الحوثيه، اذا يجب علينا ان نتوقع الميليشيات الحوثيه. وهذه الاساسيات جميعها مفقوده كما اسلفت. نعم نعم يعني هذه نعم. الاشياء التي تساهم في الدعم جميعها مفقوده. ايوه كل وسائل الدعم مفقوده، كل وسائل الطريق العبور الى هؤلاء الناس مفقوده، وسائل الاتصالات على الاقل من انك تترسخ مع الناس في هذه المنطقه على الاقل من جانب اعلاني، حتى الحرب ليست حرب عسكريه فقط، هناك حرب اعلاميه يجب انك تركز عليها، انك ترصد، انك تغطي، انك يكون معك اعلان شغال، انك يكون معك تنظيم في هذه المسائل، وكذلك مساله مثلا تجيش الناس، مساله مثلا حتى على الاقل من اجل التواصل مع القيادات الاجتماعيه، من اجل الوجاهات التي تتحرك اللي هي موجوده في هذه المناطق قادره تدعم الناس هذولا او يوفروا لهم تصريح معين او حتى على حسابهم او حتى يقدموا او كذا او كذا. هذا كله مفقود لانه اصلا انت منظومه الجهاد النظام العام انت اللي هو الشرعيه هذا هو جهاد معطل، جهاد مربك، جهاد مش شديد، مش يعني انا يا اخي الكريم اخواننا هذول في الحكومه الشرعيه لا يعرفوا شيء عن تعز، لا يعرفوا شيء عن تعز. اخينا عبد العزيز الكبار حينما جاء اخر مره الان في زياره تعز اكتشفنا انه احنا نلتقي بهم نتفاجئ بعض الاشياء التي نطرحها عليهم، وبالتالي نحن الان الذي نستطيع ان نحن نقدمه ونتحرك فيه هو فيما يخص الجانب الاعلامي، لكن من سيعمل على الجانب الاعلامي من داخل تلك المناطق يقدم لنا تغطيه احترافيه تغطيه جيده للوضع هناك بحيث ان الناس تكون متاكده من المعلومات، ما يكونش في انك تشتغل على مسارات تهويل ومسارات اشاعات وفي النهايه هذه الحرب لما تكون في كذب او في تهويل في المعلومات في النهايه ترد عليك. فاعتقد انه الان الحكومه الشرعيه للاسف دورها مخزي، واعتقد انه يجب ان يكون هناك الانتقاد موجه للتحالف العربي وللحكومه الشرعيه، الاخوه في التحالف العربي يعني لما حبوا انهم ينقذوا هذول الناس راحوا قصفوا يعني السوق وعملوا لها كارثه جنب الكارثه، يعني نعم. يعني بالنهايه يسلموا على غير الضيف. نعم اذا والناس يعانوا واحنا والله انا مش عارف ايش يمكن واحد يقول في هذا الوضع، احنا في تعب بصراحه يعني مأساتنا مأساة ينزالها الجبين. نعم وضحت فكرتك احمد، أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد، كنت معنا من تعز. وفي الختام أيضا مشاهدينا أشكر ضيوفي، كان معنا توفيق الحميدي مدير دائرة الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، كان معنا من فيينا. وأشكر أيضا عبد الكريم العواضي أحد أبناء المنطقة، والشكر أيضا لفاروق الصراري أحد وجهاء المنطقة كان معنا من تعز. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.